Ah, j'y suis bien. احنا سعداء كفريق فنانين بوجودنا معكم هنا في هذا الحفل، هذا الدوره الثانيه لاسواق السلام. تحيه للجمهور اللي حاضر كذلك، وكنوجه تحيه لجميع الناس اللي ساهموا في تنظيم هذه التظاهره الرياضيه، ونتمنى ان شاء الله دائما تكون ماشي المره الاولى، تكون دائما ان شاء الله، وكتحفز الشباب وتوعيهم بالرياضه وتعطي دائما المثل العالي في الرياضه وفي الاخلاق للشباب الجيل الجديد ان شاء الله. لحظات وتعطى الانطلاقه الرسميه لهذا النهائي الكبير. الجمهور النشيد الوطني المغربي، تفضل وخذ جي اعطينا ازيد المحمد في الميكروفون ديال اللحظات شي جاك هادشي مزيان؟ الحمد لله مزيان، هادشي تنعيشو الدورة ديالو الثانية. تاع المغرب الاخر يكونوا كثر من المحمدية ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. 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 تم شيء حق هذا ده تعادوا ساندنا في هذا المود اللي قاموا الأسواق السلام، وحنا فرحانين، وكيف قلت الاخ ان شاء الله مربوحه وربي ما خيبناش، والحمد لله على الرباح. وكنشكر لكم ديالكم بهذا الفوز. شي الشعور ديالنا كي تنمثلوا مدينه المحمديه اللي شحال هذه ما شفناش لقاء مباريات كبار فراقي ديال الشباب المحمديه والاتحاد اللي ما بقاوش يشرفونا، حاولنا الاحياء ديال الناس اللي الشعبيين، وهذا هما يحقوا انجاز، خاصهم يلتحقوا بالاحياء الشعبيه اللي فيها شباب واعدين وصاعدين، هما يقولوا كلمتهم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاتكم هذه المقابله اليوم؟ كيف ما شاف جميع المقابله كانت غادي نبات الدراري مزيان، لحد الدقائق الاخيره هي فين طرا التغيير ديال المقابله، الدراري بحال فقدوا التركيز شويه. المهم هو المشاركه. المهم هو المشاركه وصافي. كنا مغاربه. هذاك الشيء اللي كاين ماشي مشكل. شكرا.